مبنى الطبق الطائر في إمارة الشارقة أيقونة للرؤية المستقبلية لسبعينيات القرن العشرين ومصدر إشعاع ثقافي مستنير في القرن الواحد والعشرين والألفيات المستقبلية. يقبع مبنى الطبق الطائر منذ سبعينيات القرن الماضي، حيث تم بناؤه في عام 1975، وتصل مساحته 2488 متراً مربع. ويظهر على التصميم المعماري للمبنى التأثر بتخيلات فترة الستينيات والسبعينيات للفضاء في الأدب والثقافة الشعبية في الغرب، ويقع في تقاطع مناطق سكنية عدة هي دسمان، الغبيبة، اليرموك والرملة، وهو يطل على ما كان يعرف سابقاً بدوار الطبق الطائر. حمل المبنى تواريخاً متعددة ومختلفة، حتى ضمته مؤسسة الشارقة للفنون للمباني الفنية التابعة لها في عام 2015 ليشهد التغيرات التي وضعت له، وليحتضن بينال الشارقة 12 حتى دشنه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في 13 من فبراير لعام 2016 كأحدث قاعات المعارض الفنية. احتضن المبنى المعارض المتميزة التي تنظمها مؤسسة الشارقة للفنون بمشاركات أشهر الفنانين التشكيليين في الفنون البصرية المعاصرة من مختلف أنحاء العالم، وهي طبق طائر، طبق طائر للفنان حسن خان. وحول المعارض في الإمارات الذي عرض ما يزيد عن 100 عمل ل15 فنانا إماراتيا، والوقت يمضي لروبرت برير وبينال الشارقة 13، وأخيراً معرض الكتاب الصامت من تنظيم المجلس الإماراتي لكتب اليافعين.